طابت أوقاتكم. صمت انتخابي سيبدأ بعد دعاية استمرت 3 أسابيع حقق خلالها كل مرشح ما استطاع، وتبقى أن تقول الصناديق كلمتها يومي 26 و27 من الشهر الجاري، وبعدها سيكون لمصر والمصريين رئيس جديد سيظل معهم لمدة 4 سنوات قادمة إذا ما صارت الأمور هادئة كما يأمل المصريون الذين نجحوا في هدم الباطل مرتين بثورتين خلال 3 سنوات، ويسعون إلى إقامة الحق هذه المرة عن طريق الصندوق الانتخابي. فهذه المرة الصندوق أصدق أنباء من الكتب في طيه الحد بين الجد واللعب، مع الاعتذار لأبي تمام. حلقة جديدة من مصر في ساعة نبدأها بأبرز أحداث اليوم، فأهلا بكم. أكد المستشار عبد العزيز سلمان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية ورئيس اللجنة العامة لتصويت المصريين في الخارج، أكد أن اللجنة أغلقت باب الطعن أمام المرشحين على قرارات اللجنة العامة واللجان الفرعية بخصوص انتخابات المصريين بالخارج، ولم يتقدم أي من المرشحين الرئاسيين بطعون على العملية الانتخابية بالخارج. نجحت القبائل البدوية بسيناء بالاشتراك مع رجال العمليات الخاصة في تصفية شادي المنيعي زعيم جماعة أنصار بيت المقدس التي شنت مئات العمليات الإرهابية في مصر خلال الفترة السابقة وأودت بحياة العشرات من الجنود والضباط. نفى المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إلغاء التصويت في اللجان الفرعية بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن جميع الترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية في المحافظة المذكورة تسير بشكل طبيعي. قبيل الصمت الانتخابي، هل حقق كل مرشح ما كان يصبو إليه خلال فترة الدعاية الانتخابية؟ وما هو أهم حصاد هذه الفترة التي شهدت العديد من الأشكال التقليدية وغير التقليدية؟ في حلقة اليوم نرحب بالدكتور محمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة. أهلا يا دكتور محمد. أهلا بك. وكذلك نرحب بالأستاذ تامر القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية. أهلا يا أستاذ تامر. أهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني بعد 3 أسابيع من الدعاية الانتخابية، كيف تقيمون في حزب الكرامة مجريات الأمور؟ بعد مرور 3 أسابيع من الدعاية الانتخابية، وهي فترة قصيرة جدا لأن في الانتخابات الماضية كانت الفترة تقريبا 45 يوم، المرة دي 3 أسابيع فهي فترة ضيقة جدا، وأعتقد لها مدلول سياسي بغض النظر عن المدلول بتاعها. لا، ايه مدلولها السياسة؟ مدلولها هي كانت محاولة اختصار وقت التوكيلات برضو من 40 يوم في الدورة اللي فاتت الى 20 يوم، ثم دورة الدعاية الانتخابية الى 3 أسابيع يعني 21 يوم، على اعتبار تضييق اكبر فترة ممكنة ما بين خلع المشير لزيه العسكري واعلان ترشحه، ساعة اعلان ترشحه بالزي العسكري باعتباره يمثل الجيش المصري، وبين بدء الانتخابات، بحيث يبقى الانطباع لدى المواطن المصري الرايح للانتخابات انه رايح ينتخب الجيش المصري. واعتقد هذا المدلول المفترض انه ما كانش يتم، لان هذا المدلول غير صحيح. الجيش المصري جيش وطني ملك لجميع المصريين وفوق الاحزاب السياسيه وفوق العمليه الانتخابيه وملك لجميع المصريين. لماذا لا تربط الامر يا دكتور بفكره استحقاقات خارطه المستقبل وما نص عليه حتى فكره الدستور؟ يعني الدستور كان على المشرع انه يعني يقدم الفتره شويه، يعني بدل ما بداها في اول 5 كان بداها في نص 4، كان بداها في اول 4. ما احنا تعديل خارطه الطريق من 30/6 احنا خلصنا الدستور كام؟ يناير. من بعد ما خلصنا الدور كان بدا الاجراءات بتاعته في شهر 3، في شهر 4، وكان ادى فسحه من الوقت للمرشحين. على العموم باعتبار ان احنا دخلنا المعركه سبق السيف والعزل، في فتره ال3 أسابيع طبعا هي فتره ضيقه جدا بالنسبه لمرشحنا. مرشحنا حاول فيها ان يزور اغلب المناطق على مستوى الجمهوريه، اما بعقد مؤتمرات ولقاءات شعبيه مع الجماهير
في أسيوط ثم في المحلة ثم في الشرقية ثم في الزقازيق الشرقية ثم في المنصورة ثم في اسكندرية في كفر الدوار ودمنهور ثم في سوهاج. يعني حاول يجمع معظم المحافظات اللي يقدر يزورها، هم طبعا 20 يوم مش هيقدر يزور كل الجمهورية، فحاول يزور بعض الأماكن اللي تمثل، بدأ بالصعيد وانتهى بالصعيد، وزار الأماكن البارزة في وجه بحري باعتبار أن يبقى في لقاء مباشر من المرشح مع الجمهور يشرح برنامجه للجمهور ويلتقي به لقاء مباشر. تمام، واختتم اليوم الحملة الانتخابية من عبدين من القاهرة. صحيح. طيب أستاذ تامر، بعد 3 أسابيع كيف ترى أو كيف تقيم ما قام به المشير السيسي؟ هل خرج من الدعاية يعني فائزا أم ربما أنه خرج مثلا يعني على عكس ما كان يتوقع من حشد للأصوات؟ طبعا أنا أتفق أن ضيق الوقت كان في ضيق وقت للمرشحين، وده طبقا لظروف المرحلة. وأنت عارف أنه يمكن الدكتور كان بيقول أنه بيعيب على المرشح أو على الدولة، وان كان بدات بدري. انت عارف ان احنا في ظروف استثنائيه، احنا من بعد فض رابعه هتلاقي ان الدنيا كانت يعني في فوضى في الشارع والى الان، والوضع الامني لا يسمح، فبالتالي مرتبطين برضه زي ما حضرتك قلت بخارطه طريق وانجاز خارطه الطريق. انا شايف ان المشير عبد الفتاح السيسي حملته ما كانتش حمله تقليديه، هو يمكن قال كده في الاول. اظن انه نجح في حشد اصوات كتير، وده بانت مؤشراتها في الخارج، في تصويت المصريين الخارج اللي صوتوا بطريقه عاليه جدا. وبالمناسبه المره دي ما كانش فيه بريد تصويت بالبريد، وكانت والمره دي كمان اعلى من الانتخابات اللي فاتت، مع انه ما كانش فيه تصويت بالبريد. انا اعتقد انه الخارج لا افصل بينه ابدا وبين الداخل، ده مؤشر كبير على انه في الداخل في تصويت بنسبه عاليه للسيد عبد الفتاح السيسي. تقترب من نسبه الخارج، نسبه الخارج اعلنت اليوم 94.5 صح؟ 94.5% نسبه رهيبه، نسبة رهيبه جدا. انا شايف طبعا بره، يمكن على فكره اغلب المصوتين بره مش فقط في دول الخليج، في دول اوروبا وامريكا، يعني عايشين في بلاد ديمقراطيه يعوا تماما ما هي الحريات والحقوق والديمقراطيه، وما عندهمش التخوفات اللي حصلت من بعض الناس، واختاروا السيسي. وبالمناسبة انه اغلبهم كانوا شباب، فبالتالي انا شايف ان السيد عبد الفتاح السيسي نجح تماما في حشد الاصوات لي. انا زي ما قلت لحضرتك لا افصل تماما الداخل عن الخارج، لان الداخل بينعكس. يعني انتخابات الداخل تكون مثل الخارج في النتيجة؟ اتوقع بنسبة كبيرة انها تقارب او تحاكي هذه النسبة. انا لا افصل زي ما بقول لك. ليه؟ لانه المصريين في الخارج بيتاثروا سواء بالايجاب او بالسلب بالحاله المصريه الموجوده في الداخل، فهم في النهايه هم مصريين وبيتابعوا عن كثب الحاله المصريه في الداخل وعارفينها كويس، وبتنعكس عليهم سواء بالسلب او بالايجاب. فمؤشرات بره كانت الحقيقه تخالف كل التوقعات، انه كان في توقعات انه مش هيبقى فيه مشاركه، خاصه انه البريد التصوير مش موجود، لكن لقينا انه المصريين بيروحوا بمئات الاميال عشان يصوتوا لاقرب قنصليه ليهم. انا بقول لك هتشوف انه هذه النسبه ستنعكس على الداخل. طيب. وهتلاقي نسبه عاليه جدا جدا لصالح السيد عبد الفتاح السيسي كخارج. يعني طيب. لو خدنا مؤشرات الخارج كمؤشرات للداخل. طيب. هل توافق على هذا الكلام يا دكتور؟ يعني لا، انا اختلف بعض الشيء مع هذا الكلام. واعتقد ان احنا في هذه المرحله تحديدا، ويمكن المحللين هيدرسوها بعد كده، احنا بنعيش في عصر محاوله صنع خدعه كبرى وصنع وهم كبير عشان الناس تصدقه. اولا المصريين في الخارج في انتخابات 2012 صوت 314,000 من 700,000 لهم حق التصويت وهم مسجلين. في هذه المره 680 تمام. يعني في حدود 700 تمام. من لهم حق التصويت في الخارج، كويس، بنسبه تكاد تقترب من 45% او ما شابه. في هذه المره لا هقول جمله بس وحاسبك. اتفضل. في انتخابات 2012 ثلثين من ادلوا باصواتهم كان بالبريد. اتفضل. ماشي ماشي ماشي. في هذه المره الغي البريد، نعم، ولكن فتح المجال لكل مصري في الخارج، لتسعة مليون مصري موجودين في الخارج، أن يصوتوا بالبصبور أو بالبطاقة. 8 مليون. 8 مليون ماشي. هي الأصوات يعني التقديرات بتيجي في مصادر 8 مصادر 9. 300,000 هذه التصويت 315، المرة اللي فاتت كانت 314،
المرة دي 315 زيادة 1000 صوت. 318 والله 318 ألف رقم النهائي. ده النهائي ماشي. 318 زيادة 4000 صوت. لا مفيش مشكلة. زيادة 318 من 8 مليون مصري لهم حق الانتخاب، وغير الثمانية مسلمين مصري الموجودين في الخارج اللي كان بيأدي العمرة وعايز ينتخب وهو في السعودية كان بينتخب. السيد وزير الخارجية بتاعنا كان في زيارة لدولة أوروبية وأدى بأدلى بصوته هناك. فالنسبة كانت تعتبر 318 من 8 مليون، النسبة لا تأتي ب 5% فقط من من لهم حق التصويت. يعني احنا بنحس بنسبة الحضور والمشاركة من من له حق التصويت. عدده مثلا 53 مليون مصري، ده بالنسبة لمصر اللي حضر كام بيمثله كام؟ اللي حضر المرة دي 318 ألف من 8 مليون لا يمثله 5%. وتفاجأ ومدوا التصويت يوم. ولماذا مدة التصويت اليوم؟ مدة التصويت يوم لأن كان المصوتين قبل هذا اليوم اللي هو المفترض 3 أيام أقل من الانتخابات اللي فاتت، ولازم النتيجة تطلع المرة دي أن المصوتين أعلى من المرة اللي فاتت علشان ينقال أن الإقبال الجماهير الضخم والإقبال المكتسح والإقبال أنا في أول يوم لما شفت الطوابير في التلفزيون أنا تصورت في هناك 8 مليون مصري في الخارج، قلت هيصوت 2 مليون أو 3 مليون. اكتشفت بعد كده النتيجة 315 فرق أو 318 مش فرق عن الانتخابات اللي فائتة من 8 مليون، وهناك أغاني بقى بتتم على جميع القنوات وعلى جميع التلفزيونات وعلى جميع المحطات، الحشد الهائل والتضخم الجماهيري، لأن في مشكلة مش واعيين لها وهيعوها هنا في الداخل، إن هناك النسبة الأكبر من الشعب المصري حتى الآن حتى اليوم اللي فيه صمت الانتخابي هي مقاطعة للانتخابات. طيب برأيك لماذا، أنا آسف يعني بس لازم أسأل السؤال، لماذا لم يوفق حمدين صباحي في حشد أصوات بالخارج ودعوتهم إلى المشاركة؟ بالتأكيد لم يوفق السيد حمدين صباحي للحشد الأصوات في الخارج، وبالتأكيد هذه النسبة ضعيفة جدا. لماذا لم يوفق؟ لعدة أسباب. السبب الأول أن ليس لدينا مندوبين في معظم الدول الخارجية، في عندك 194 دولة مناش مندوبين في هذه الدول. نمرة 2 أن الدولة المصرية عملت عبر وزارة الخارجية وعبر مندوبين في الدول العربية تحديدا السعودية والكويت، ولذلك تفاجأ أن 318 بالضبط 50% منهم من السعودية والكويت. والذي قيل لنا أن في السعودية والكويت البصبرات بتاعة العمالة المصرية الفقراء المصريين اللي بيشتغلوا هناك بتبقى مع الكفيل، إن جات رجال أعمال أو جهات ما أو رجال أعمال مصريين اتفقوا مع الكفيل خدوا بصبراتهم. طيب. وكانوا بيسافروا بأوتوبيسات، قيل إن أحد الشهود هناك وهو صحفي إن في 20,000 في الكويت نقلوا بأوتوبيسات وبجوازاتهم كانت منقولة قبلها بيوم إلى السفارة المصرية. طيب. ليصوتوا هناك. وهو جوه الصندوق بقى في حد معاه؟ لا ما حدش معاه. هو قدام الصندوق هل صاحب العمل معاه؟ ما حدش معاه. هل صاحب الاوتوبيس معاه؟ لا لا ما حدش معاه بالتاكيد. طيب. بس بيبقى في توجه عام في مع القطع ان المشير السيسي له شعبيه، احنا لا احنا نرش ده انا منكرش ده بس خلي بالك من الخارج غير الداخل. اتفضل. الخارج الصوره المتصدره للمصريين في الخارج هي الصوره اللي بتيجي في الاعلام ان مصر اللي هي يوم الجمعه شويه طلبه الازهر او طلبه جامعه القاهره كويس. في شويه تفجيرات في شويه كذا فكره انزعاج المسيح بالخارج على الامن. انا مقيم جنب جامعه القاهره. طيب لازم اخد فاصل فاعديك 30 سنه عشان ناخد الفاصل. انا مقيم جنب جامعه القاهره كويس كويس جنبينا الضرب بيحصل انا ما بشوفش حاجه خالص، يعني الضرب بيحصل قدام شويه انا ما بشوفش حاجه خالص، والحياه ماشيه طبيعي والدنيا ماشيه ومفيش اي حاجه. الم يتعرض حمدين صباحي لمحاولتي اغتيال؟ حسب معلومات الامن بتقول انه تعرض لمحاولتي اغتيال. ماشي ماشي. لا انا قصدي ان الصوره مش زي ما بتصدر في الخارج. صحيح. ان الملتوف شغال. صحيح. والناس بتندبح في السكه. طيب. فالمصري اللي في الخارج كل اللي همه الامن. صحيح. طيب. مش همه قضايا المعاش. طيب. او قضايا دي نقطه جوهريه فعلا. لان بطبيعه الحال ربما المصريون في الخارج بينزعجوا كثيرا لما بيروا ان في مثلا مشهد كده ان في عربيه مولعه نتيجه ملتوف، رغم ان المشهد ده ربما يكون هو الوحيد لمظاهره واحده او مظاهرتين او ثلاث او عشرة في شارع، الشارع ده في حي، الحي ده في مدينه، المدينه دي في محافظه، او يعني في مصر فيها 4673 قريه، ثاني 4673 قريه، فلما يكون في شغب في 10 قرى شيء متوقع يعني لا يقارن في النسبه بتاعته. بعد الفاصل
يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي 26 و27 من مايو الجاري 53,909,306 مواطن مصري يدلون بأصواتهم داخل 14,000 لجنة فرعية ومقر انتخابي لاختيار رئيس جديد لمصر. قال المستشار الدكتور طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة المشرفين على الانتخابات تجاوز 15,000 قاضي موزعين على أكثر من 14,000 لجنة فرعية و352 لجنة عامة على مستوى الجمهورية. قال المستشار عبد العزيز سلمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية إنه يحق للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومرشد عام جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية وفقا لقاعدة البيانات التي صدرت في 30 مارس لعام 2014. تنتهي الليلة فترة الدعاية الانتخابية بعد 20 يوم ويمكن ساعتها فاكرين احنا في الاول كان مرشح حمدين صباحي قال يا جماعة ازاي ده مصر 27 محافظة يعني مثلا انا في كده 7 محافظات بادئ دي بيت مش ه يعني مش هتواصل مع اهلها لان ما فيش وقت انما هو الامر تم على المرشحين يعني لم يتم على مرشح دون سواه واعتقد ان في الفقره الاولى دكتور محمد قال كلام يجب نتوقف عنده ونحتاج الى التعليق او تعقيب من استاذ تامر فكره يا استاذ تامر ما اشار اليه دكتور محمد ان ربما اجهزه الدوله وده كلام دائما بيطلع من حمد صباح يعني مع حفظ الالقاب ان اجهزه الدوله بتدعم السيسي. انا بس خليني في الاول في البدايه اشكر الدكتور بما انه امين عام حزب الكرامه حزب السيد حمدين صباحي والحزب الداعم ليه حاليا بانه اعترف قبل الفاصل بان السيد عبد الفتاح السيسي يملك شعبيه جارفه فبالتالي لا تتحجج بعد ذلك انا ما اعترفش طيب بس هو بس ما اعترفش حد انا قلت شعبيه حمدين اكبر معلش معلش شعبيه حمدين حضرتك قلت شعبيه طب انا بعد اذنك ما اعترفش انا ما اعترفش لا انا ما اعترفش حد ده كلامك ما اعترفش حد لا وقلت قلت شعبيه طيب انت شعبيه كبير طيب وانا عندي اشكاليه في فهم طبعا ارقام الدكتور غير صحيحه ممكن كمان لو حبيت نتكلم فيها لا اصل الارقام صراحه 8 9 مليون المصريين في الخليج هو بيقصد الخليج المصريين في الخليج مش 8 9 مليون وبعدين ما ينساش بعد اذنك بعدين ما ينساش انا بس انا اتكلم لهم قالش كده هو قال ان كل التصويت كان في الخليج طيب مش 8 مليون وما ننساش خلي بالك انه وده يمكن اتكلمنا فيها قبل في الفاصل انه التصويت يعني بيروح بيسجل بيصوت والمره دي كان في تسجيل وانت زي ما انت قلت يبقى اللي كان بيسجل واللي بيروح بيصوت وعشان كده مدوا اليوم ان عشان الناس تيجي اللي عايز يسجل ويصوت يسجل ويصوت تمام. فبالتالي هنا الامر كان مفتوح هو طبعا بشكره ان هو اعترف ان السيد عبد الفتاح السيسي ليه شعبيه كبيره بس حضرتك بتقول انه كان في ضغوط في الخارج وما الى ذلك هل تم منع احد من التصويت للسيد حمدين صباحي؟ ما حصلش خلينا بتقول السعوديه كام مثلا؟ السعوديه حوالي 1 مليون لا يعني اللي صوتوا لا ما معيش ارقام دلوقتي خمس طيب. المصري هناك 50,000 75,000 100,000 لا لا من كام؟ لا 75,000 من كام؟ 75,000 وحاجه من كام؟ 75 من 300 من 300 وكام؟ الربع 25 خليها 100,000 ال 200,000 الباقيين كانوا في السعوديه ولا في اوروبا وفي دول عربيه اخرى وفي امريكا يعني ال 200,000 كانوا في امريكا في الكويت طب ممكن اوضح حاجه طب ممكن اوضح حاجه 70% من المصريين في الخليج في دول الخليج الكتله الاعظم في السعوديه ما يقارب 1 مليون مصري اتفضل ماشي انا بقول لحضرتك اللي صوتوا واللي سجلوا انا بقولش على العدد كله تمام انا بقول يعني شيء منطقي يعني الارقام دي منطقيه لانها تتواءم مع اعداد المصريين بالخارج اللي بيصوت وبيسجل انا بقول مثلا لو هو 100,000 في السعوديه ال 200,000 بيبقوا موزعين على دول طيب. العالم كلها فبالتالي برضه ما حدش منع ان من في ال 200,000 الباقيين انهم يصوتوا السيد حمدين يصوتوا السيد حمدين صباح يعني ما تقدرش تقول ان في امريكا وفي اوروبا وفي سفاراتنا يعني انهم منعوا حد انهم يصوتوا لحمدين صباحي حتى لو نقلوا الناس بباصات وباسبورات زي ما حضرتك قلت انا في النهايه كمواطن مصري محدش يقدر يضحك عليا انا في النهايه بصوت اللي انا عايزه والا كده انا بهين المواطن المصري وبقول ان انا بتحكم فيه واتحكم في ارادته لا كلنا اعتقد الدكتور ما كانش يقصد الاهانه يعني هو طيب لا كلنا بعد الثورتين خلي بالك بعد الثورتين والشعب المصري كله واعي تماما
ومحدش يقدر يأثر على قناعاته وتصويته. بالنسبة لتدخلات الدولة أنا شايف أنه كان الدولة رئيس الوزراء كان واضح في هذا الأمر في أحد اجتماعاته معنا بالمناسبة، وإحنا قلنا له إحنا لن نسمح بوجود تدخلات في الدولة، تدخلات من الدولة لصالح أحد المرشحين، حتى وإحنا من أيد السيد عبد الفتاح السيسي، لأن ده كلام ما حدش يقدر يقبل بيه. قال وحلف أقسم إنه لا يمكن حد ينحاز، اللي قال فيه في ناس هتنحاز وفي عقاب، والدليل على كده محافظ الوادي الجديد، الراجل راح قدم توكيل وراح أقالوا على طول. فبالتالي لا، إحنا طبعا لا نقبل أي انحياز، لو شفنا حتى إحنا أي انحياز لازم نقف عنده، لازم نبلغ عنه. هل تلاحظ انحياز؟ لا، أنا مش ملاحظ انحياز، وعايز أقول لك إنه في إحصائية إعلامية النهاردة شفتها إنه في الإعلام اللي كان الإعلام الوحيد اللي كان غير منحاز هو الإعلام الرسمي التلفزيون المصري التابع للحكومة. دي كانت إحصائية إعلامية عاملاها قنوات خاصة وعاملاها برضو مؤسسات في الخارج بتقول إنه التلفزيون المصري اللي هو تابع بقى للدولة، لو قلنا في انحياز كان يبقى من التلفزيون المصري وحتى وانحياز إعلامي ومش ويبقى واضح. فقالوا إن التلفزيون المصري هو التلفزيون الوحيد أو الإعلام الوحيد بين كل القنوات المصرية اللي التزم الحياد بين المرشحين. تفسر بيه يا أستاذ تامر فكرة يعني سخاء اليد في حملة السيسي وضيق اليد في حملة صباحي؟ أنا شايف برضو يمكن يكون هناك رجال أعمال، طبعا أي مرشح يكون هناك رجال أعمال مقتنعين بيه وداعمين ليه، أكيد السيد عبد الفتاح السيسي يملك رجال أعمال مقتنعين بيه وداعمين ليه، بس طبعا في النهاية الدعم لن يتجاوز أبدا القانون المصرح به في الانتخابات الرئاسية. السيد حمدين صباحي قد يكون الدعم لديه قليل، وعايز أفكر الدكتور أنه السيد حمدين صباحي حملته في الانتخابات الرئاسية اللي فاتت اللي جاب فيها 5 مليون كانت أفقر الحملات، وكانوا بيتحركوا يعني من جيوبهم وبيصرفوا من جيوبهم وجابوا 5 مليون، وكانوا تصوتهم في الخارج أعلى من المرة دي. يعني فكرة انه الفقر المرة دي ومفيش فلوس برضو ما تبقاش حكة، وكان الخامس في الخارج وكان الثالث في الداخل بالضبط. بس النسبة لو هتقارن النسبة، النسبة اعلى من دي، اعلى من المرة دي بكتير، اعلى من المرة دي. طيب وارجع الارقام. فبالتالي فكرة بقى انه الحملة غنية او فقيرة، لا، انت السيد حمدين صباحي ابتدى فقيرة في حملته وده حاجة يحترم عليها. تمام. جاب 5 مليون طيب. صوت المره اللي فاتت وكانت حملته فقيره، فبالتالي ليس طيب. عيبا هذه المره. وجهه نظر يا دكتور بحتاج فيها منك رد، خاصه طيب. وان البعض بيقول يعني اذا كان الرئيس القادم حتى لا ينال ثقه بعض رجال الاعمال اللي هيقوموا مثلا بدعم حملته فاحنا عندنا مشكله. وده لا ينال شيء من سمعه سيد صباحي ولا تاريخه ولا نضاله يعني، بس بتكلم بلغه تحليليه بحته محايده بعض الشيء. ان عدم انحياز رجال الاعمال ليه؟ ما قلتش كده. لا، انا اقول فكره ان حمله المرشح صباحي بتئن من فكره الدعم المالي، والناحيه الثانيه في سخاء شويه في حمله المرشح السيسي، واحنا شايفين ده على الاعلانات في الشارع طول ما احنا ماشيين. فالرجل الشارع سائق التاكسي بيقول اذا كان والله رجال الاعمال اللي هم يعني مفترض ان هم اعلى شويه من الطبقه الوسطى حتى في الفكر يعني مش قادرين يثقوا في الرجل، ازاي بتطالبني انا يعني ازاي ما قدرش السيد حميد صباحي يفتح قنوات اتصال مع رجال الاعمال؟ طيب، اولا بالنسبه لرجال الاعمال فضل. اللي بيأيدوا السيد عبد الفتاح السيسي، وطبعا انا ما بحملش السيد عبد الفتاح السيسي مسؤوليه انهم بيدعموا، بس الملاحظ ان 90%، مش هقول 100% طبعا، 90% من رجال الاعمال اللي عاملين دعايه للسيد عبد الفتاح السيسي وكاتبين على اسمائهم هم رموز الحزب الوطني الذي صار عليه المصريون. نسبة كبيرة دي يا دكتور؟ 90%. شوف أي منطقة ممكن أذكر لك الأسامي هم نواب أو أعضاء الحزب الوطني اللي كانوا بينزلوا انتخاباته، هتلاقيهم في المنطقة دي هم اللي عاملين اليوفط، في المنطقة دي هم اللي عاملين اليوفط. جملة واحدة. اتفضل. محمد فيد خميس ألم يدعم حمدين صباحي؟ دعم حمدين صباحي ودعم السيد عبد الفتاح السيسي. طيب. دعم الاثنين؟ لا لا يعني الاثنين، يعني حط فلوس هنا وحط فلوس هنا. يعني المعلومات اللي عندي، ادعوك بس الى عدم المقاطعه، بس المعلومات اللي عندي ان دفع. يعني عاوز اصل بس الى ايه، الى يعني نحن نصل بالحوار الى نقطه يعني منطقيه. يعني هل لمت مثلا محمد فيت خميس عندما دعم حمدين صباحي؟ لا 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 لا، ما لمتوش بس انا بحلل الظاهره. اتفضل. ماشي.
جه واحد اتبرأ لحمدين صباح ب 100,000 جنيه يعني عشان متبشى وكل قتل ما نقلش ما نقلش الدعم محمد فريد خميس تبرع ب 100,000 جنيه تمام والله اعلم تبرع الناحيه الثانيه ب 5 ب 10,000 ب 10 مليون الله اعلم. الواضح ان رجال الاعمال وخاصه نسبه كبيره انا ما بقولش 100% انا بقول على الاقل 90% 80% نسبه كبيره منهم انا عايز المواطنين يبصوا في الشارع يشوفوا اليوفط اللي مكتوبه ومكتوب عليها اسماء اصل مكتوب عليها اسماء ويشوفوا دول كانوا مرشحين بتوع مجلس الشعب رجال اعمال بتوع الحزب الوطني ملطوطين في قضايا فساد قبل كده ويتساءل ليه كل دولت بيدعموا السيد عبد الفتاح السيسي. انا ما بقولش السيد عبد الفتاح السيسي له علاقه بيهم هم ده تطوع منهم بس لماذا اجمعوا على السيد عبد الفتاح السيسي؟ كويس اجمعوا على السيد عبد الفتاح السيسي لان برنامجه الاقتصادي يحمل مشروعا قريب من مشروع مبارك لا يحمل مشروع فيه انحياز للفقراء والعمال والفلاحين. وكان ايه مشروع مبارك الاقتصادي؟ غير صحيح. مشروع مبارك الاقتصادي هو مشروع الرأسمالية المتوحشة غير صحيح. وتزوج رأس المال مع السلطة. مشروع مبارك هو اللي أدى للناس فيه ان الطبقة المتوسطة نزلت في مصر، ان مصر انحدرت في ترتيبها في الدول الأكثر تنمية من الترتيب ال 13 في فترة عبد الناصر أو سنة 70 إلى دولة 132 دلوقتي. مصر انحدرت في مستويات التعليم في مستويات الصحة في مستويات المعيشة كويس وده نتيجة سياسات مرتبطة بالسوق الرأسمالي وبالسوق الاقتصادي الرأسمالي والمنح الممنوحة لرجال الأعمال. السيد حمدين صباحي قال انه هينشئ مفوضية خاصة لمكافحة الفساد ويقاوم الفساد بكل عنف. نفسي اسمع تصريح واحد قال من السيد عبد الفتاح السيسي لما قال رجال الاعمال ولا قال مش عارف ايه ولا من قال ايه ما ذكرش اي تصريح. لا تقريبا في الدستور موجوده مفوضيات. لا لا هو لا, لا, مش موجود. لا هو قال انشاء المفوضيات. انا لا اتدخل في رايك يعني انا اتدخل في رايك يا دكتور محمد خالص بس ما ينفعش فيك بعض الكلام ما ينفعش ان انا يعني ابدو اني لست متابع. لا قال ليس لاحد فضل علي فضلا علي ومفيش مش هدفع ضريبه لحد ومش هدفع ضريبه لحد عندما اتي رئيس. عشان انا بتكلم دلوقتي ما بتكلمش في انه هيدفع ضريبه لحد. طيب انا بتكلم في انحيازات سياسيه المرشح. طيب حاضر تخلص المرشح. المرشح لابد له برنامج تمام وله انحيازات في الفكر الاقتصادي في فكر تعاوني في فكر اشتراكي في فكر راسمالي وكل طيب. واحد منحاز لنظام معين فليه انحيازات فهذه الانحيازات انا ما بقولش انه هيدفع ضريبه لهم انما هذه الانحيازات هي طيب. تخدم رجال الاعمال ولا تخدم الفقراء تخدم طيب. تخدم صحاب المصانع وما تخدمش العمال. طيب قبل الفاصل خلينا برضو ايه عشان تسهيل الحلقه على ما يرام نؤكد ان هذه انتخابات بين الحسن والاحسن بين الفاضل والافضل لا يفهم خطا ان بيتم النيل في شخص مرشح لا ولا تاريخه ولا نضاله اي من كان المرشح ربما نتحدث عن بعض السياسات المحيطه بالحمله الانتخابيه او بفتره الدعايه الانتخابيه ومن باب المصادفات ان المرشحين يعني لهم حاجات كتير مشتركه مثل السن مثلا يعني كل منهما مواليد 54 كل واحد فيهم عنده 59 سنه ولو قلنا ان بمناسبه مواليد 54 هنلاقي مثلا ان ميركل ايضا في المانيا مواليد 54 هنجد ايضا كمان ان شان اوتشا الجنرال التايلاندي الاشهر حاليا منذ يومين هو ايضا عنده 59 سنه وخلينا نذكر ان تايلاند بالمناسبه حصل فيها 25 انقلاب على مدى 80 سنه. تشترك القوات المسلحه في تامين الانتخابات الرئاسيه بعناصر تقدر ب 181,912 ضابط وصف جندي بنطاق الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه وقيادات القوات المسلحه لتامين 25,343 لجنه عامه وفرعيه ومقر انتخابي. دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أنصاره إلى التظاهر بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع في سلسلة مظاهرات متواصلة في الشوارع وأمام لجان التصويت والميادين الكبرى ودعا إلى قطع الطرق الرئيسية بين المحافظات. أعلنت وزارة الداخلية عن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية والتي يشارك بها حوالي 220 ألفا من رجال الشرطة يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا بالإضافة إلى 300 تشكيل أمن مركزي و500 مجموعة قتالية و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع.
بشكل من الرصد، عشان يعني ايه نتكلم ونحط نقاط فوق الحروف، شعبيه المشير السيسي لا تخطئها عين يعني، انما ايضا ده لا يمنع ان هناك قطاعات داخل الكتله الصوتيه ربما تكون تحركت في اتجاه المرشح حمدين صباحي، سيما في الاونه الاخيره بعد ظهوره بشكل متتالي في الدعايه الانتخابيه على القنوات الفضائيه المصريه. طيب، من الحاجات الـ يعني العجيبة في هذا الأمر إن القوى الثورية من المفترض إنها تكون في صف، مفترض تكون في صف المرشح حمدين، لأن هو بدأ معهم من البداية يعني. وده ربما يكون سؤالي للأستاذ تامر، يعني أنا أعلمك جيدا يعني، وأعلم إن أنت مثلا يعني كان لك ما كان في ميدان التحرير، وساعتها كنت ترافق المرشح حمدين صباح، وانا بدي هنا كنموذج يعني تكتل القوى الثوريه كنموذج. ايه اللي حصل يعني؟ ازاي ضعفت الرابطه بينك وبين المرشح الثوري ابن ثوره يناير مثلا؟ طب شوف، هو في اشكاليه في الفهم عند كتير من الناس. اتفضل. وبيقال انه شباب الثوره متواجدين فقط مع السيد حمدين صباح، ده غير صحيح على الاطلاق. لا، في نماذج مع الكتله الاكبر مع السيد فتحي السيسي، وهتلاقي انه شباب اصدقائنا ورفقاء الميدان مع السيد حمدين صباح اغلبهم اولاد التيار اليساري، فبالتالي اغلب الباقي اللي هو سواء كان الليبرالي او ما الى ذلك او 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 هتلاقيه مع السيد عبد الفتاح السيسي. انا عندي اشكاليه مع السيد حمدين صباحي على سبيل المثال. انت ولا تكتل القوى الثوريه؟ واغلب القوى الثوريه، عشان تبقى عارف ان السيد حمدين صباحي كان سببا رئيسيا في تفتيت اهداف تفتيت اصوات الثوره في الجوله الرئاسيه في الانتخابات الرئاسيه السابقه. هو والسيد حمدين، هو والسيد عبد المنعم فتوح كانوا سبب رئيسي في تفتيت اهداف الثوره، وسبب رئيسي في ما وصلنا ازاي؟ لم شوف، كان في الانتخابات الرئاسيه الماضيه كان السيد حمدين صباحي وابو الفتوح هما مرشحي الثوره، واتفقت القوى الثوريه وقتها على ان هما الاثنين مرشحين الثوره، وما عداهم لا مش مرشحين الثوره، اتفقنا على ذلك. يعني محاولات مستميته لان يتوحد الاثنين مع بعض، حد فيهم يتنازل الاخر يعني، واحد يجي رئيس والثاني يجي نائب رئيس. كويس. وانا قلتها المره للاستاذ السيد حمدين صباح، قابلته بالصدفه في اليوم السابع كان عنده ندوه. تمام. قلت له ارجوك يعني انقذونا انت وابو الفتوح، يعني ما كناش دخلنا وما دخلناش دخلنا بقى ما بين مرسي وشفيق وكده، ونلتقي ونلتف حواليك، واحد المره دي يجي رئيس والثاني نائب وهكذا. لكن فضلوا حب الزعامه وحب مش عارف اقول لك ممكن السلطه على مصلحه الثوره. خلي بالك، كلنا اتهمناهم، وده اتهام واضح وصريح، وكان لينا بيان منشور وقتها اتهمنا حمدين صباحي مع حفظ الالقاب حمدين صباحي وابو الفتوح انهم كانوا سبب في اللي حصل في الثوره. ما يعني ايه تفضل وقتها مصالحك الشخصيه؟ طب ربما وافق الطرف ولم يوافق الاخر. ما احنا يعني انا ايا الاثنين بقول لك، ايا كان الاثنين، انا بقول لك الاثنين والاثنين مش 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 معفيين من المسؤوليه. انا عايز اقول لك كمان انه السيد حمدين صباحي يعني دائما ما ارى فيه انه رجل صاحب شعارات فضفاضه يفتقد تماما الى اليه تطبيقها على ارض الواقع، ودي الاشكاليه الرئيسيه كمان، ان انا محتاج في الفتره المقبله رجل تنفيذي بمعنى الكلمه. انا ارى في السيد حمدين صباحي انه رجل سياسي مخضرم، لكني ارى في السيد عبد الفتاح السيسي انه رجل تنفيذي بالدرجه الاولى، وانه يعي ما يفعل. فكره انه سينفذ سياسات او سيعود الى سياسات 30 سنه ماضيه ده غير صحيح على الاطلاق. الدكتور اعتقد انه من حزب الكرامه يعني اي محسوب على التيار اليساري، والتيار اليساري وهو وجميع القوى الثوريه يتفقون على العداله الاجتماعيه كمطلب اساسي من مطالب الثوره. انا اؤكد لك ان انا حسيت بالعداله الاجتماعيه وبمفهومها الحديث بمعنى التنميه، المفهوم الحديث للعدالة الاجتماعية هو التنمية. أنا حسيت بالتنمية والعدالة الاجتماعية بركائزها الأساسية، منها التنمية الشاملة ومنها تكافؤ الفرص وتقليل تقليل الفواصل بين الطبقات الاجتماعية، هذه هي العدالة الاجتماعية. حسيتها أكتر في كلام السيد عبد الفتاح السيسي. طيب. وحسيتها شعارات عند السيد حمدين صباحي لا أكثر ولا أقل، تفتقر تماما إلى التطبيق. ولو دخلنا في آليات التطبيق، لا انا عايز اقول لحضرتك حاجات كتير فيها، لكن خلينا نرجع نهدم فكره. وانا ارجو من السيد حمدين صباح وارجو من حملته انهم يركزوا دائما في اقناع الناس بمرشحهم واستقطاب الناس لمرشحهم، لا الهجوم على المرشح الاخر. وده يمكن انعكس على مؤشرات التصويت على المصريين في الخارج. دائما
السيد حمدين صباحي او مرشح. يعني انا شفت السيد حمدين صباحي في لقائه في احد لقاءاته انه بيتهم السيد حمدين السيد عبد الفتاح السيسي انه بياخد من برنامجه. يعني يتفرد السيد حمدين صباحي وحملته فقط انه الهجوم على المرشح المنافس دون التركيز في برنامجه. طيب. اقنعني ببرنامجك، حاول انك تقنعني ببرنامجك اكتر بانك تهاجم المرشح الاخر. طيب. انا اقتنعت بكلام المرشح الاخر، اقتنعت ببرنامجه، وزي ما بقول لك هو اقرب تماما لتطبيق العداله الاجتماعيه، ولو عايزين نفرد ليها كلام نفرد. طيب دكتور محمد، ربما يعني نفس الاشار اليه استاذ تامر، انت عندك تعقيب؟ عندي تعقيب. طيب بس الفكره اللي اشار اليها استاذ تامر، فكره الهجوم الدائم على المرشح الاخر، انا يعني كان سؤالي قادم ليك من باب المصادفه ان هو ختم بيها، انما سيادتك عاوز تعقب هترك لك حريه التعقيب. ماشي. هقول الكلام ده كله الاخ تامر، بس ارجو ما يقاطعنيش زي ما انا قاطعتش خالص في هذه الجزئيه. الاخ تامر بدا بان احنا حمله حمدين بتتبنى الهجوم على المرشح الاخر، ختم بيها ختم بيها وهو في فترته السابقه ال10 دقائق كان بيهاجم على السيد حمدين صباح. طيب كويس، كان بيهاجم على السيد حمدين صباح. طيب. يعني ما يطالبنا بيه طيب. ما يطالبنا بيه لا ينفذ. انا مش من حمله طيب. السيسي يعني طيب. لا ينفذ. طيب. المهم النقطه الثانيه، مساله ان قوى الثوره مع مين. كويس، قوى الثوره مجتمعه. كويس، وانا واحد من الذين يمارسوا العمل السياسي والدعوه للثوره من 30 سنه. كويس، ومع الاحزاب السياسيه في مصر واللي موجود في ميدان التحرير 18 يوم. كويس، انا وابناء الصغار وموجود سنه كامله في الاسقاط مرسي. كويس، كثيرا تم بالذات بعد ثوره 25 يناير. طيب. تمت هناك لعبه بادعاء او صنع بعض الشباب بادعاء ان هم بيمثلوا الثوره، الشباب اللي بيمثلوا الثوره. بقول استاذ تهامات بقى، ما بقولش اسامي، ما بقولش اسامي، انا بقول لك بس. يعني انت عايز تبرر انه لو سمحت اتفقنا مفيش مقاطعه. قول لي والله مثلا برد عليا. اتفقنا مفيش مقاطعه. برد عليا. لا لا، بعد ما اخلص دكتور. اتفضل يا دكتور، مش هنقطعك. عندما قامت الثوره وقام بها مجموعه من الشباب اللي معروفين رموزهم زي قول يا سامي. يعني احنا كانك تملك سقف الثوره وسقف الميدان وتحتك بالثوره لحد حمدين صباح. احنا موجودين في الميدان من 25 ولحد الان. قول لحضرتك زي مين مثلا هنا وزي مين هنا. طيب هل سمحت لي وكل اللي عند السيد حمدين صباح. لا لا لا، وقت احنا اتفقنا. لا وقت اللي بيبيع استاذ تامر، ارفض تماما احتكار الثوره. طيب، وانه السيد حمدين صباح مرشح الثوره ده غير صحيح على الاطلاق. طيب، ما حدش احتكر الثوره. قول لي اسماء. لا بعد اذنك يعني سيبني انا اقول لك الاسماء اللي مع السيد حمدين صباح كلهم اصدقائنا وعاشرون في الميدان وغيره. يا استاذ تامر، اترك لي بعد اذنك مسؤوليه الحوار ولك حق التعقيب. اتفقنا. اتفضل. اعتقد ان السيد عبد الفتاح السيسي نضح على السيد تامر ولا حاجه، فبيستولى على كل حاجه ومش سامح للاخرين باي فرصه. السيد عبد الفتاح السيسي لم يسيطر على حاجه وانا ما سيطرتش. انا برد على اتفضل عشان الوقت ما حدش هيقطع عشان الوقت. ما نضحش عليا لان انا ما خلاص كل بس اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. كل قوى الثوره الحقيقيه طيب مع السيد حمدين صباحي ما عدا عدد من الاسماء المحترمه ولا تمثل جزء من الثوره تعد على اصابع اليد الواحده. ده غير صحيح حضرتك. استاذ تامر، ده كلام بقى لك التعقيب. انت قلت لا، تعالى بقى نفرد اسماء مع السيد عبد الفتاح السيسي. نفرد اسماء معلش لو سمحت لي. لو سمحت لي لو سمحت لي معلومه غير صحيحه. لو سمحت لي لو سمحت لي قول وجهه نظره وانا هحاججه فيها بعد اذنك. النقطه الثانيه. لا، اول نقطه ايه هي؟ ما هي اللي انا قلتها دي. لا، ما ينفعش نعديها. لا لا، ده غير صحيح. لا صحيح. لا صحيح. يا دكتور سيادتك قلت لفظين. سيادتك قلت لفظين لازم الوقوف عندهم. قوى الثوره الحقيقيه. ايوه، هل في قوى ثوره غير حقيقيه؟ في مدعين كثير زي في اي حاجه. زي في مدعين. زي اديني زي مين مع السيسي؟ طيب مدعي ثوره. ثانيه واحده استاذ تامر لو سمحت. في ثوره 25 يناير زي عشان الوقت. ما هقول لك. لا مش هدي اسمائنا. طيب تكتل القوى الثوريه منهم. هقول لك منهم. احنا نفس القوى الثوريه منهم. هو ده بيضحك السيسي. انا مدعي ثوره مثلا. يعني لا اقول لي. طيب انا اربأ بيك. اربأ بيك انت كنت تهدف كده. يعني بس اسمع. طب بالمناسبه بقى، بالمناسبه عديتك. معلش ده اتهامات. تكتل القوى الثوريه منهم. طيب ها مين؟ ها مين ايه؟ من مدعي الثوره. مدعي الثوره ده غير صحيح على الاطلاق. حاجه هقول لحضرتك. ده غير صحيح على الاطلاق. لا معلش، لا ارجوك، لا مش هكمل ارجوك. تكتل القوى الثوريه منهم. لا معلش،
لا معلش طيب. لا, طيب. لا, طيب. 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 لا 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 موجوده طيب. في تكتل السقوط الثوريه استاذ ارجوك طيب. اسال محمد عبد العزيز قبل 25 طيب. اسمع لا معلش ده كلام غير صحيح قبل 25 اسال محمد عبد العزيز كانت كفايه معلش يا 6 ابريل لا معلش يا جماعه اسال محمد هم موجود معانا مجموعه من 6 ابريل ارجوك كانت كفايه اسال محمد عبد العزيز ممكن معلش معلش اسمع الحركه الوحيده اللي بعيد تماما انتوا سامعين بعض يا جماعه انتوا سامعين بعض انتوا سامعين بعض يا سيدي انتوا سامعين بعض ممكن تسمعوني لا 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 دي اتهامات غير صحيحه ممكن تسمعوني انا سمعت لحد حضرتك محمد عبد العزيز اسمعني لحد معلش هجيب لك بقى من اسماء اعرفك بقى من 25 يا استاذ من 25 من 25 واسمعني بس طب قبل يا عم كفايتي بس بالراحه قبل 25 يا نايم يا جماعه يا جماعه احنا على الهوا احنا مش قاعدين في الصالون ده مرشح يا دكتور مناطق وقصاوي يا حمدين صباحي كله بقى ورون هو اصلا من حركه اتحاد شباب الثوره طيب. من جوه 25 يناير استاذ تعالى من جوه من عايز تحرير استاذ تعالى اساله اساله كان رسول شباب كيف يا جماعه لا يصح هذا الكلام يا جماعه غير صحيح على الاطلاق يا استاذ تامر اهدى شويه الذين مع السيد اسمعني يا اخي الاول هم يا استاذ تامر اسمعني يا استاذ تامر اسمعني بعد اذنك اسمعني بعد اذنك يا استاذ تامر ما تضللش الاعلام يا استاذ تامر هم يا اخي اسمعني يا اخي اسمعني انت معايا وطريقه التغيير طيب فاصل يا جماعه بعد اذنكم معلش فاصل أعلن الاتحاد الإفريقي بدء أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية من خلال بعثة رسمية تتكون من 60 شخصا بينهم 45 متابعا من ممثلي الدول الأعضاء من حقوقيين وإعلاميين وعسكريين برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني. وصلت اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر لبدء متابعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبالغ عددهم 99 متابعا بالإضافة إلى 51 متابعا من المعنيين محليا من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مصر. تراقب عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 79 منظمة مجتمع مدني مصرية والتي قبلت لجنة الانتخابات الرئاسية طلباتها لمتابعة عملية الاختيار، ويعد هذا العدد هو الأكبر من نوعه الذي يتم اعتماده في تاريخ الانتخابات المصرية سواء كانت رئاسية أو تشريعية. طيب عدنا اليكم وعقدنا يا زي كده او مثل يعني اتفاقيه ثلاثيه، يعني العبد الفقير الى الله ساوجه الاسئله وساحاول ان اوازن في الوقت وساسمح بحريه التعقيب وما فيش ان شاء الله تداخل، ويعني بقى خلاص ما فيش تداخل وخلاص. طيب الفكره بس اللي عاوز اوضحها قبل ما نبدا، لا يجوز ان احنا يعني نوزع صكوك الوطنيه على شخص ونمنحها او نحرمها من شخص، وفي نفس الوقت لا يجوز ان انا انزع الوطنيه من شخص او الثوريه من شخص واحجبها وامنحها لشخص. يعني هي بس في موضوعاتنا نكون نحاول كده يعني ايه نكون محايدين شويه او منطقيين في كلامنا. يا استاذ تامر اتفضل علق في دقيقه على اللي حصل. يعني افكر بس المشاهد، الدكتور محمد قال ان ربما هناك قوه ثوريه موجوده مع السيد حمدين صباحي، وانه وجهه نظره ان مفيش قوه ثوريه موجوده مع المشير السيسي. اتفضل. طيب بعض قليل الاغلبيه مع صباحي صح كده؟ بس طيب اتكلم؟ اتفضل معاك دقيقه ومحدش هنقطع. غير صحيح على الاطلاق ان اغلب القوى الثوريه مع السيد حمدين صباحي، وفي كلمه واحده احتكار السيد حمدين صباحي وامتلاكه أو بيدعي امتلاكه هو والسادة أعضاء حملته أو مؤيديه صكوك الثورة وصكوك الوطنية وما عداهم هو خائن وليس بثوري، هي أحد الأسباب التي جعلت كثير طيب. من القوى الثورية لا تركن إلى السيد حمدين صباحي. رد عليا بمعلومات رد عليا بأسماء يا سيدي. أنا كل ما بقول ثورية بقول لك مش من هنا تكتل القوى الثورية مع حمد المشير السيسي. يا سيدي الفاضل
تكتل القوى الثوريه تمام مع السيد حمدين صباح مع السيد عبد الفتاح السيسي بيضم مين؟ بيضم اتحاد شباب الثوره حزب 6 ابريل بيضم اتحاد شباب ماسبيرو بيضم حركه الشباب الليبرالي وكلهم شباب من الثوار وكان منهم كان في كفايه وغير كفايه وقبل الثوره وبعد الثوره. ايه حزب 6 ابريل؟ اللي هو طارق الخولي اللي هو انشق من جبهه الديمقراطيه تحت التاسيس طبعا تحت التاسيس طيب والا برضو دول برضو ما كانوش موجودين واتحاد شباب مسبيرو برضو ما كانوش موجودين في الثوار طيب. وغيرهم 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 طيب. نادي الحركات 20 ثانيه شباب جبهه الانقاذ اغلبهم اللي هم الشباب الثوري اللي انضم بعد الثوره للاحزاب وكلهم زملتهم وعشرتهم في الميادين كلهم اغلبهم طيب. موجودين مع السيد عبد الفتاح السيسي طيب. وانا اعرفهم واحد واحد هتلاقي على الجانب الاخر عند السيد حمدين صباحي موجود اشخاص مش حركات من تمرد موجود موجود تمرد طبعا تمرد اتقسمت نصين اغلبها مع السيد عبد الفتاح السيسي مين اللي راح مع السيد حمدين صباحي زي ما قلت منذ البدايه هو الشباب اصدقائنا ورفقائنا طيب. اللي هم محسوبين على التيار طيب. اليساري كويس. الاشتراكيه طيب. والشيوعيه وانت ماشي والناصريه طيب. تمام وهكذا. خلصنا النقطه هم دي. دول خلصنا النقطه دي يا دكتور تحب تتعلق فيها ولا خلاص وخلينا بس نجمي الامر بس ان ماشي. اذا كان الشباب في مصر يقدر قوته التصويتيه ب 60% فلو قلنا يعني فكره المنتمين فيهم الى قوى وحركات ثوريه ربما نسبه ضئيله جدا يعني اذا كان منهم مع السيسي او منهم مع صباحي مع حزب الالقاب لن يؤثر كل منهما في الامر يعني بتاثيرا بالغا بالعكس ده الكتله التصويتيه الرهيبه هتاتي من الريف والطبقه المتوسطه وحزب الكنبه اللي هو حزب الاغلبيه الصامته يا دكتور محمد اتفضل هديت بقى لا هديت طيب. الحمد لله كويس لماذا يتم اتهامكم دائما بان انتم بتركنوا الى المظلوميه مظلومين الدوله واقفه ضدنا الاعلام ضدنا في الخارج السعوديه ودول الخليج ضدنا ليه لا تركزوا على فكره نشر ما انتم عليه من مجهود؟ طيب اولا نحن لا ندعي المظلوميه وان كان كل ما قيل صحيح. من وجهه نظرك يعني؟ من تدخل بعض الاجهزه وتدخل بعض رجال الاعمال وكلام بالشكل ده وده ملحوظ ويعني مشاهد للعين. احنا نؤمن تماما إيمان راسخ إن الشعب هو القائد والمعلم كما قال الزعيم الخالد جمال عبد الناصر اللي بيشرفني أنتمي له إن الشعب هو القائد والمعلم وبقول إن هذا الشعب هو القائد والمعلم اللي قام بثورة 25 يناير وقام بثورة 30 يوليو بقول له إن هناك بعض الأصوات التي تحاول تخلي الشباب وتخلي جماهير الشعب المصري تشك في العملية الانتخابية فتتردد وما تنزلش الانتخابات أو تقاطع الانتخابات لأن الفئة الأعظم من شعب مصر والفئة الأعظم من الشباب مقاطعين الانتخابات بدعوة إنها ستزور أو إنها محسوبة سلفا أو إن الدولة كلها شغالة لمرشح فبالتالي ما فيش إمكانية ممكن أسألك سؤال تفضل من قال هذا الكلام من قال إن السواد الأعظم من الشباب مقاطع نسب الإحصائيات بتقول إن 40% من الشعب المصري مقاطع وأغلبهم الشباب الشعب المصري وأغلبهم الشباب سيادتك فاكر المركز اللي عمل هذه الإحصائية مثلا أعتقد مركز بصيرة طيب طبعا مسؤوليتك الكلام انا ماشي لم ماشي يعني ماشي لم ينمى الى علمي واغلبهم من الشباب كويس لا اللي ما يشوفش في الشباب في الجامعه وبره الجامعه ان الاغلبيه مقاطع يبقى ما يبقى عنده مشكله يبقى شايف المجموعه المحيطه بيه ده فقط طيب. اغلب هؤلاء الشباب مقاطع ومتردد كويس احنا بنوجه رساله لا انا خلاص كلام انا اللي بوجه رساله اساسا فضل. لهؤلاء الشباب طيب. المقاطعين طيب. بقول لهم ان شاء الله الانتخابات مش هتزور واللي هيزور الانتخابات هنمسكه ونفضحه وإن شاء الله لو هم نزلوا الثورة هتنجح والثورة هتوصل للسلطة بصوتهم لحمدين صباحي بإذن الله تمام كام يا دكتور محمد عدد الشباب جوه حملة صباحي كم في المية تقريبا كم في المية ايه مش فاهم لو قلنا كده بنسبة تقديرية الحملة ككل فيها 90% يعني من أعضائها شباب صحيح طيب كام يا أستاذ تامر في حملة السيسي عشان بس فكرة المقاطعة 40% ده رقم لا جميل. والله ده اللي كلها أغلبها أغلبها أنت ملاحظ إن في لجنة شباب ولجنة شباب تحتها لجان مرتفعة كلها شباب تمام أنا بس عايز أفهم صد. فكرة ما أنا بقول لك اللجان مش سامع بتقول إيه يا دكتور؟ هو بيقول لجنة شباب لجنة شباب متفرعة من لجان في لجان ثانية بقى طبعا كلها دي لجنة شباب البناء يعني حتى بس أنا عاوز أقف عند فكرة المستشار القانوني المستشار القانوني حتى للمشير السيسي هو شاب ماشي صحيح على عكس طبعا اللي موجود الأستاذ طارق نجيب اتفضل
انا بس عايز اسال الدكتور، وانت شباب عندك من كام سنه لكام سنه؟ لغايه 40. من 18 ل 40. 18 ل 35. 35 ده معيار دولي بقى، بس هو في مصر ده معيار الدولي ده في المعسكرات، لكن تعالى في التصويت وفي العمليه السياسيه من 18 ل 40. طيب تعالى من 18 ل 40 نسبه 60% 60 او طيب. ما يقرب من 70% من نسبه من حق اللي ليهم حق التصويت في الانتخابات. الدكتور بيقول لك 40% من الشعب المصري مقاطع، ده غير صحيح على الاطلاق. هو على مسؤوليته، هو قال على مسؤوليتي، ده غير صح، ده حصل في الكلام ده، هو بيتوقع ولا لا؟ طب بقول لك في احصائيات، انا ظني بيعمل الاستفتاء في الاستفتاء اللي فات. يا دكتور بس ارجوك انت خلاص علقنا عليها. حضروا كام الاستفتاء اللي يا دكتور؟ حضروا كام يا دكتور بعد اذن حضرتك؟ حضروا كام؟ حضروا كام من 53 مليون؟ طب كام نسبه كام؟ ما يكملش 40% اللي راحوا، 60% ما راحوش. طب وقياسا على اللي قبل كده كام؟ هو ما بينزلش ربما ده ما فيش في انتخابات بتحصل في العالم كله. طيب. ان انا لو مسجل عندي 52% 52 مليون هينزل 52 مليون، ده مين قال لك الكلام ده؟ طيب عندي انتخابات بتحصل. عندي سؤال عشان نختم بيه الحلقه. اتفضل يا استاذ تامر، تظن كده او تقيم في الامر في الكتله الانتخابيه في مصر ايا من القطاعات او اي من القطاعات ستذهب اصواتها الى المرشح حمدين صباحي؟ حمدين صباحي؟ بالعكس. على فكره بالمناسبه انا عايز اقول لك ان في برضه اعضاء حزب الوطني الى الان وانا عارفهم بيدوا السيد حمدين صباحي، عشان ما حدش يقول لك ان حزب الوطني بيتمرد. انت عارفهم؟ زي مين؟ نفس السؤال اللي سالته الدكتور، هقول لك اسم. قول اسماء. لا بقى لا ما ينفعش اقول انتهاكات كده بقى في القرى. قول لي اسم. لا لا ما اقدرش اقول اسماء. طيب خلاص اكيد الناس مش معروفين صدقني. تصحى منها مطبطه. اتفضل معاك 30 ثانيه. لكن احنا بنتكلم عن ناس معروفه. 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه اتفضل. اللي هيروح لحمدين صباحي طبعا عادي، اي قطاع هو قطاع العمال مثلا. لا مش كل قطاع العمال. طيب. ولا كل قطاع الشباب معاه نسبه ضئيله جدا، ويعني هو عايز اقول لك انه في مصريين في الخارج كلهم عمال وكلهم ده، ما فيهم عمال وفيهم شباب وفيهم نسبه واضحه. طيب انا اذا كان السيد حمدين صباحي اقنع حد فهو يروح له. طيب شوف لكن طيب خلاص ما فيش وقت خلاص. دكتور محمد اكيد انتوا عاملين يعني حسبه كده جوه الحمله وجوه الحزب. رصدين اي من القطاعات ستذهب اصواتها الى المشير السيسي؟ الأصوات التي تذهب إلى المشير السيسي نمرة واحد أعضاء الحزب الوطني القديم اللي عايزين نظام مبارك، رجال الأعمال فاسدين لو سمحت. ما أقول لنا أسماء بقى رجال الأعمال. رجال الأعمال يا دكتور. أنا رجال الأعمال يا دكتور. طيب رجال الأعمال أسماء بأسماء. مصمم يا دكتور. رجال الأعمال محمد قال لك على رجل أعمال حزب وطني راح دعم ب 100,000 جنيه. أنا بتكلم 100,000 أنا 10 ثواني 10 ثواني أنا بتكلم عن قطاعات، بتكلم عن أجمالها تروح الأغلبية الصامتة مثلا. الأغلبية الصامتة مثلا حزب وطني. لا لا بقوله يعني ما أقول لك مصر كلها حزب وطني. طيب لازم نختم يا جماعة. رجال الأعمال الحزب الوطني الأغلبية الصامتة برضه روح للسيد حمدين صباحي. طبعا للسيد عبد الفتاح السيسي. الجزء اللي بيراه انه منقذ مصر من الاخوان. تمام. وده من الاخوان. كويس. في جزء بيعتبر ضد الاخوان يعني انه في 30 يونيو خلص مصر من الاخوان. كويس. والثورة الشعبيه لازم كنت اتمنى ان يعني تبدل بس الترتيب الاجابه. طيب دكتور محمد باسيولي امين العام لحزب الكرامه، شكرا جزيلا لكم بالتوفيق ان شاء الله. استاذ القاضي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثوريه، شكرا لكم بالتوفيق. وشكرا لكم على حسن المتابعه وفي امان الله.